على بعد أمتار من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ظهرت أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من داخل معسكر سيدي بلال في منطقة جنزور، تساؤلات عديدة تنبثق حول كيفية تسيير البعثة لعملها بعد وصول هذه العناصر المتطرفة إلى جانبها. المكتب الإعلامي لما تعرف بفرقة سليمان شاه الموالية لأنقرة نشر عرضا مرئيا على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره في طرابلس، يظهر مئات المرتزقة السوريين في معسكر بمنطقة جنزور وهم ينشدون الولاء إلى تركيا. وأظهر التسجيل اصطفاف المرتزقة السوريين في عرض عسكري رافعين أعلام سوريا وتركيا وصور رئيسها رجب طيب أردوغان. وجرى العرض بمناسبة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وقاد هؤلاء العناصر أحد الضباط الأتراك الذي كان يتلو بيان ولاء لتركيا، بينما ردد المرتزقة وراءه هتافات تأييد ودعم لتركيا وتمجيد لأردوغان في غياب تام لأي مسؤول أو تمثيل ليبي من داخل المكان. المرتزقة السوريين ظهروا في المعسكر وهم ملثمون ومسلحون يرتدون أزياء عسكرية في مشهد وصفه محللون ومراقبون بالمهين.